طب ممكن نتكلم بهدوء. احنا لو اتكلمنا بهدوء هنوصل لحاجه. هتقولي طب انت لو جه ايه اللي هيحصل؟ ده انا صرف عليك. مالك راضي تعيش معاكي؟ طب تعالي يا مالك بس هنا كده ونتكلم بهدوء. فهميها براحتك. حسنه وشامه عملتي له ايه؟ ها ربنا اللي بتعمل لنا الحاجات الحلوه دي. مش عاملاها احنا نعترض على خلقه ربنا؟ انت مين انت اصلا؟ انا اخو ملك. انا اتلخبطت حتى بقول لك اخو نجلاء بس انت في امام امتي طبعا. خليك يا اخويا انت كده على جنب يا طنط. طب ممكن تهدي ونتكلم مع بعض بهدوء؟ والسلسله الذهب دي اكيد جايبها لك بفلوسي. اقلعي يا حبيبتي. بنتي ايه يا حبيبتي؟ انا عايزه انا خالي الشحطه زي دي. انا شحطه؟ ايوه. طب ما هو حضرتك قد ماما او اكبر شويه. لا يا حبيبي هو اكبر مني ب 20 سنه. فاكره نفسك صغيره ولا ايه؟ لا يا حبيبتي صغيره. شايفه بنتي؟ هو فين؟ لا ممكن نتكلم مع بعض بهدوء. اصل هو ايه المشكله يعني انه يتجوز؟ ما ربنا محلله انه يتجوز. محلله بفلوسه مش بفلوس مراته. طب وهي ايه المشكله ما انت وهو واحد؟ والعربيه اللي واقفه تحت وانا بشبه عليها. عربيتك كتبها لك باسمها. كان بيقول لي انا هجيب عربيه. كتبها لك باسمها. كتبها لك باسمك. طيب هو فين؟ انت نجلاء ممكن تهدي ونتكلم بالعقل. انا عندي الحل والله. ايه المشكله ان انت تعيشي فوق السطح وبعدين كمان لما مشو يكبر هيبقى سند ليكي. والله في مشو ده مشو جوه هو دخل رضعي. خش رضعي مشو مالك. يا نهار اسود. عايزه ايه؟ ممكن نبقى اصحاب. هنبقى اصحاب؟ هتقولي شوفي مالك بيتكلم معاكي ازاي؟ انا سكتت. يا خالتي نجلاء الصوت العالي في الشقه ما ينفعش يا خالتي. وما هعملك ايه يعني؟ ما نتكلم. طب وين المشكله في راحه بيش وما هو يبقى سندك لما تكبري؟ وفتحله يا اختي. يا نهره مش شايفه شعره الابيض يا اختي؟ فتحله فين؟ دي اكتر حاجه شدتها فيه هو الوقار بتاع الشعر الابيض. والله بجد بموت فيه. طب هتقولي طب كده عشان عايزه اكلمه بس في حاجه. طب انا لو جبته نتكلم بالعقل. يا سالم تعالى كلم خالتي نجلاء. يلا ممكن نهدى بس شويه كده. انا من قلق وهجيب لك اوضه فوق السطوح. ايه ده ايه ده؟ اسمعي 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 اسمعي. انا يا ريتني ما خرجتك من جوه والله يا سالم. ممكن نتكلم؟ ماشي ماشي. طيب ممكن نهدى عشان نعرف نتكلم. فاكر لما جيت تخطبني وانت بالقميص المقطع وانا عديت ابويا واهلي عشان خاطرك؟ يا حلاوه يا نكتك سالم. ممكن نهدى شويه؟ ممكن نهدى خالص عشان نعرف نتفاهم مع خالتي نجلاء. يا خالتي